وحنا فاتحين موضوع جد مهم اللي هو ارتداء الخوذة او ما يسمى بالدارجة المغربية اللي هو الكاسك. اليوم كنلاحظوا واحد الظاهرة اصبحت كما تنقولوا يعني ولات كتغطي الساحة المغربية وبالضبط مدينة مراكش بالخصوص اللي فيها يعني العديد من المستعملين ديال الدراجات يعني سواء النارية سواء الدراجات العادية الى اخره. يعني اصبحت هذه الظاهرة اليوم ظاهرة ديال عدم ارتداء الخوذة. فاش كنسولوا يعني هذاك الشاب ولا هذاك الشخص اللي راكب هذاك الموتور ولا هذيك الدراجة كنقولوا له مثلا علاش ما كتلبسش الكاسك، فيجيب اسئله اللي هي بالدارجه المغربيه مثلا بيخسر لي شعري ولا هذا الكاسك هذا راه يعني كيضرني في راسي ولا. ولكن في الحين كنلاحظوا ان الوعي ولا التحسيس اللي هو الدور الاساسي ديال المجتمع المدني والدور الاساسي ديال الاعلام والدور الاساسي ديال المؤسسات اللي اليوم اصبحت تحسس بهذا الدور ديال الجد مهم ديال الكاسك ولا يعني شبه منعدم نوعا ما. في حين كنقولوا باللي ارتداء الخوذة اليوم راه خصنا نرتديوها بالدرجة الأولى حماية للأنفس ديالنا، حماية لراسنا. يعني الدراجة يعني فاش كنركب موتور ديالي خصني نكون أنا واعي بالخطورة ديال هذاك الموتور، راه ربما يعني في لحظة نقدر نمشي، في لحظة تقدر توقع عليا مثلا حادثة سير، في لحظة مثلا يقدر يقطع عليا وليد صغير، في لحظة يقدر يوقع عليا مشكل اللي هو يقدر نتعرض لراسي ولا شي أمور اللي هي كارثية نوعا ما، اللي وليت كنجي وكنخاطب راسي بصراحة كوني غير لبست الكاسك ولا كون غير ارتديت هذيك الخوذة بالأساس ما كانش غيوقع عليا هذا المشكل اللي أنا فيه. وكنلاحظوا يعني فيديوهات يعني تنتشر بسرعه ديال الناس اللي وقعت لهم حوادث سير اللي كيقول لك كون كنت مرتدي الخوذه ما كانش غادي يوقع لي هذه الحاله ولا والصحه ديالنا راه هي الاولانيه. وكنقولوا الوقايه خير من العلاج بالاساس. دونك ارتداء الخوذه ولا ارتداء الكاسك بالدرجه الاولى راه حمايه لراسك انت بالاول، يعني كتشوف راسك بالسلامه ديالك بالاساس، عاد السلامه ديال الناس اللي راكبين معاك والسلامه ديال هذوك الناس اللي انت غادي يعني الشارع ديالنا راه ماشي شارع ديالك ولا الشارع ديالك بوحد كما كنقولوا، فهو الشارع ديال كلشي. انت كتركب فوق واحد الموتور دونك الحمايه ديال راسك بالدرجه الاولى هي الاساس. ولينا كنربطوا مثلا فاش كنقولوا الكاسك ولينا كنربطوه اساسا مثلا بالبراج ديال البوليس. يعني واحد كيلبس الكاسك حتى تيكون مثلا تيقرب للبراج ديال البوليس، هنا كنلاحظوا واحد 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 الارتخاء نوعا ما حتى من السلطه في يعني في القوانين ديالها في هذه المساله هذه. وراه نوعا ما يعني هذاك المواطن خصو يحس بالضروره ديال استعمال الخوذه حتى في احترام القانون كما كنقولوا والتطبيق ديال القانون بالدرجه الاولى، لانه كاينه مخالفه في استعمال يعني الا ما لبستش الكاسك راه كاينه واحد المخالفه. وراه الجوده ديال الكاسك ايضا جد مهمه. راه اليوم كنلاحظوا الناس كتلبس الكاسك ولكن واش هذا الكاسك فعلا كيحمي هذاك الشخص ولا لا؟ وهنا كنلاحظوا باللي الكاسك ولا رخيص، يعني كاينه واحد الجوده ديال الكاسك ولا كتبع رديئه، يعني خصني نلبس الكاسك وصافي راني لابس الكاسك، يعني احتراما لهذاك القانون صافي راه لابس الكاسك. لا، راه خصنا نتقداو واحد الكاسك اللي يكون بواحد الجوده عاليه باش نكونوا كنحمي راسي انا بالدرجه الاولى. وبالنسبه للحلول، اولا كنرجع للموضوع الاساسي اللي هو التحسيس، يعني الدور ديال المجتمع المدني، الدور ديال جمعيات المجتمع المدني، الدور ديال المؤسسات الاعلاميه هو التحسيس بهذه الظاهره دي اللي هي ظاهره عدم ارتداء الخوذه بالاساس. ثانيا التطبيق ديال القانون، يعني كيف هو مكتوب، كيف كاين، خصنا نطبقوا هذاك القانون باش يولي عندنا واحد الوعي بالحس بالمسؤوليه في ارتداء هذه الخوذه هذه. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.